ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده، النهارده هنعمل حاجة جميلة صيامي. زي ما انتوا شايفين كده، شوربة خضار تبقى مغذية جدا، حاجة خفيفة كده على المعدة تنفعنا في الصيام. طبعا مش هتاخد نص ساعة في ايديكي. وجبة حلوة تقدري تاكليها كده من غير حاجة، هي بتتاكل بالمعلقة. طبعا مغذية، حلوة قوي للدايت، حلو قوي للناس اللي عندها كمان السكر، ممكن ان هي تاكل منه. حاجة صحية خفيفة على المعدة. كمان هقول لكم تبدلوا ايه بايه، وايه اللي ممكن تحطوه للدايت، وايه اللي ممكن نشيله. زي ما انتم شايفين كده شكلها خطير. طبعا هضيف عليها اضافات كمان هتخلي ريحتها جميلة. هنعملها كل ده بمية وشوربة خضار. حاجة مش مكلفة، من غير لا لحمة ولا اي حاجة جنبها. طبعا اتمنى بقى ان قبل ما ابدأ الطريقة معاكم، ده اول مرة يشوفني، يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد، ويا ريت تشاروا مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. واللي يستفيد بقى باي معلومة صغيرة من الفيديو يا ريت ما ينسنيش في اللايك. وتعالوا نشوف مع بعض وصفتنا الجميلة النهاردة. طبعا اول حاجه هبتديها معاكم، انا معايا ميه بتغلي على النار. طبعا بما ان انا هعمله صيامي، فانا هحط مرقه خضروات بالشكل ده. تقدري تحطي مكعب او اتنين. طيب لو انت هتعملي فطاري، تقدري تحطي اي مرقه عندك، مرقه فراخ، مرقه بط، اي نوع مرقه. او لو هتعملي بميه هتحطي مرقه دجاج. بس كده هسيبه لحد ما يغلي الميه وهقول لكم هنضيف ايه عليه. طبعا زي ما انتم شايفين كده، عبالة ما الميه تغلي معايا انا مجهزه الخضار بتاعي. طبعا انا زي ما انتم عارفين ان انا بحب ان انا افرز كل حاجه. طبعا بتسهل لك في الصيامات، في وقت انت مزنوقه فيه هتطلعي على طول. في وقت طبعا الخضار بيبقى فيه رخيص فبنخزنه. عندي هنا بسله، عندي فاصوليا، وعندي جزر. الثلاثه انا مخزناهم، احطهم الثلاثه مع بعض لان هم هياخدوا سوا واحد. طيب لو انت عندك الجزر فريش ما تحطوش معاهم، لان مش هياخد وقت. الجزر لما بيبقى متلج او ان احنا مفرزينه بياخد وقت شويه في التسويه بتاعته، لكن لما بيكون طازه مش بياخد وقت. هبتدي بقى، طبعا الميه بتغلي عندي، هبتدي ان انا اضيف. طبعا دي عباره عن كوبايه من كل حاجه، كوبايه فاصوليا اهي زي ما انتم شايفين، كوبايه من الجزر كله هحطه وهو متلج، كوبايه من البسله. طبعا الفاصوليا او البسله طبعا لو ما عندكيش انت مفرزاه او مش عندك، تقدري تستغني من حاجه فيهم. يعني ممكن تستغني عن الفاصوليا، عن البسله، اي حاجه فيهم تقدري تستغني عنها. لو موجوده انا بحب طبعا ان انا احط كله، لان بيبقى كله فيتامينات وكله فوائد حلوه. فبحط طبعا كل الخضار ده، وحلو خفيف على المعده وحلو للدايت. طبعا زي ما انتوا هتشوفوا كده ان احنا هنعمله بطريقه حلوه وسهله، مش هتاخد منكم وقت، وفي نفس الوقت صحيه جدا. طبعا هغطيه بقى، هقطع عليه واغطيه لحد ما يبتدي يخش في السوا كده. هقول لكم هنجهز ايه تاني وهنحطه عليه. وزي ما انتم شايفين كده طبعا ان هو بيغلي معايا. طبعا هشوف الملح بتاعه، هحط له ملح، حبه فلفل. لو انت مش حاطه مرقه يبقى هتحطي له ملح وفلفل، سنه بهارات صغيره، سنه كمون صغيره، بس كده لو انت مش هتحطي المرقه. عندي بقى هنا عودين كرفس زي ما انتم شايفين كده، انا بحب ان انا اخزن الكرفس عندي برضو في الفريزر. هحط عودين بالظبط، ده هيفرق معاكي في الطعم، وفي نفس الوقت حلو قوي كمان لو انت زودتي منه او ان انت قطعتيه معاه. حلو قوي للي بيعمل دايت، لانه بيمتص، هو ليه قدره جامده قوي ان هو بيمتص الدهون. وده من احسن الحاجات طبعا اللي بتمتص الدهون بالنسبه للدايت يعني وكده، بالنسبه للخضار. فحطي عودين الكرفس دول، هيفرقوا فعلا معاكي في الطعم والريحه. هسيبهم بقى كده يعني قبل ما يخش في السوا، او هيبقى نص سوا كده، وهوريه لكم هيبقى ازاي. بعد كده هنشوف هنضيف ايه تاني. ودلوقتي بقى هنشوف كده مع بعض الدنيا فيها ايه، يعني استوى ولا ايه، او دخل في السوا. طبعا همسك كده البسله، هضغط عليها كده، خلاص هي كده. لسه نشف حاجات بسيطه، بس خلاص هي كده داخله في السوا. نفس النظام هعمله برده في الجزر اهو. خلاص كده هنضيف بقى ايه معانا، كوسه. الكوسه على فكره انا بحب ان انا اجيبها على طول طازه، ما بحبش ان انا اخزنها لان هي بتجلد. فانا مقطعها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هبتدي ان انا اضيفها عليه كده بالشكل ده لحد هنا كده. والكلام ده كله ينفع للدايت. في حاجتين تانية هحطهم
ما ينفعوش ان هم يتعملوا. لو انت عاملاها للدايت ما ينفعش ان انت تضيفيهم. هستنى بس دقيقتين للكوسه وبعد كده هقول لكم هنضيف ايه تاني. كده بعد ما عدى دقيقتين بقى حطيت الكوسه، هبتدي ان انا اجيب عندي هنا البطاطس برضو مقطعها مكعبات كده وغسلها كويس جدا. هضيف عليه. تقدري بقى انت تزودي في الكوسه والبطاطس زي ما انت حابه، تقدري تحطي اكتر من كوبايه. انا باقي الخضار حاطاه كوبايه واحده. تقدري تزودي من الكوسه والبطاطس. زي ما قلت لكم الكوسه حلوه بالنسبه للدايت مع باقي المكونات اللي انا حطيتها. اما البطاطس ما ينفعش لانها من النشويات وبتتخن، فما ينفعش ان هي تتحط. عشان كده قلت لكم لحد كده، وان احنا نقدر لحد ما نحط الكوسه كده، ده كله للدايت. هسيبها بقى ان هي قبل ما تخش في السوا برده ناقص حاجه واحده لسه هحطها. ودي بقى اللي هتغير طعم شوربه الخضار نهائي، يعني هتخليها جميله كريحه وطعم وكل حاجه، مع طبعا الكرفس اللي انا حطيته في الاول. خليكم معايا وهتلاقوها جميله جدا في الاخر وهتعجبكم، ويا ريت بقى تجربوها بطريقتي كده وقولي لي ايه الاخبار. خليكم معايا. ودلوقتي بقى الخضار قرب يستوي. دلوقتي هجيب طاسه عندي سواء كبيره او صغيره زي ما انت عاوزه، هحط فيها حبه زيت. طبعا الحاجه اللي هتغير لك الطعم هي الشعريه، هتغير الطعم نهائي. هبتدي ان انا احط يعني هقول مثلا ايه بتاع نص كوبايه كده بالشكل ده، احمرهم كويس جدا. طبعا زي ما قلت لكم الشعريه والبطاطس ما ينفعش نحطهم للي عاوزين يعملوا دايت. لو انا عامله الوصفه بتاعتي دي للدايت فمش هينفع ان انا احطها له. وطبعا عشان تحمر الشعريه ما ينفعش ان انت تحطيها وتروحي في اي حته، لان الشعريه من الانواع اللي هي بتتلسع على طول، هي والمكرونه. فما ينفعش لو انت بتحمري مكرونه او شعريه ان انت تسيبيها وتروحي في اي حته، لا يبقى ايديكي فيها كده على طول لحد ما هوريكم اللون اللي انا عاوزاه، لان عاوزاها لون ذهبي. اول ما توصل للون ده هضيفها على شوربه الخضار بتاعتي. هو خلاص كده الخضار خلاص في السوى، يعني خلاص هو ما بقى فاضل له 5 دقايق بالظبط وهطفي عليه. وزي ما انتم شايفين انا هو ده لون الشعريه اللي انا عاوزاه، اللي هو اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده. هبتدي بقى ان انا اضيفه كده على الخضار بتاعي بالشكل ده. اول ما ياخد غلوه كده هطفي عليه، لان الشعريه من النوع اللي هي بتستوي على طول. بس بالشكل ده كده هطفي عليه وهطفي واسيبها بقى هي هتكمل سواها كده مع البخار بتاعها، لان الشعريه زي ما قلت لكم ان هي بتستوي على طول، فمش عاوزاها تاخد وقت، يعني مش عاوزاها تتهري معايا في السوا. دلوقتي بقى تعالوا نشوفه بعد ما طفينا عليه كده، نشوف ان هو بصوا شايفين الشعريه استوت ازاي، لان الشعريه مش بتاخد وقت خالص وهي بتستوي. دلوقتي بقى هغرفه في طبق واوريه لكم. دلوقتي هنديها تقليبه كده بالشكل ده، هنبتدي بقى نغرف كده. طبعا دي بالنسبة بقى الكرفس هنشيله خالص، لو طلع معانا كده هنشيله. بصوا شايفين شكل الطبق جميل ازاي، ده غير ريحته طبعا. زي ما انا قلت لكم الشعريه مع الكرفس اللي حطيته بيدي ريحه خطيره. وبكده خلصنا طبعا النهارده زي ما انتم شايفين. طبعا شكله جميل وريحته اجمل، وطبعا مغذي وحلو جدا وحلوه المعده كده، خفيف على المعده، ينفع قوي في الصيام زي ما انا قلت لكم. اللي عاوز يستخدمه فطاري ممكن تعملي جنبه فراخ او لحمه. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى لو استفدتوا منه تعملوا لي لايك وتشيروا مع اصحابكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. ونقول لكم انتظرين فيديو جديد، وباي باي.